خشت بن داود فكبرت فيها وكنا ساكنين هنا في هذا الحوش. كان حوش عائلي، كانت تقريبا 20 عائلة عايشة في حوش واحد. وكانت أيضا حياة ثقافية يعني غانية. كانت هذه الخشة في الحي نتاع مدجدة، خشة معروفة بفرق الديوان، فرق القنبري والديوان. يعني الفرق هذو كانت أصلها قناوي، يعني من غيني أو من مالي. وكانت تقوم بسهرات فنية، وكانت تابعة لأحد الأولياء لمدينة جديدة، والي معروف وهو سيدي بلال. الخشة هذه خشة بن داود معروفة في مدينة جديدة. كنت أنا ذاك أنا طالب، مع رفاقي كنا نشاهدوا نحضروا لهذا الحضرات ونشاركوا يعني بالرقص وجديد ايضا وبالقرقابو. يعني كنت انا ذاك مراهق يعني، وتقريبا تغديت من هذه الثقافه الشعبيه، من هذا الاوساط الشعبيه. كنت سالتني قبيل على الخبزة، طبعا يعني انطلقت من سكان هذا الحي. وحتى الوليد كان في فترة من الفترات كان كاتب عمومي. المهم يا ابني مسعود، اليوم الصباح حبسوني من الخدمة. انت برتب ما تنخلاش، حبسوني موقع لحس ولا زقا، حبسوني بالتبسيمة وانا راضي. هادو شهور هي القضية تندرس، واليوم الصباح قرروا. الطبيبة بتاع المصنع اليوم الصباح عطتني ورقة وقالت لي درسنا القضية متاعك على مستوى المديرية وقررنا باش توقف الخدمة، ومريض من الصدر وما تقدرش تزيد تخدم، خاصك تداوي روحك بحيث المرض اللي فيك خطير بزاف. كيفاش خطير يا بنتي؟ ما يبراش يا با، كيفاش ما يبراش؟ الرياب تاعك مضروبة بزاف، هايم عليها المرض. سمات لي مسعود هذاك المرض ولكن ما شفيتش عليه، كنت دايخ والعرق يجري معايا. تنهت وفي التنهيدة رجعت حياتي كلها. خليهم يبشوني وين باقي الهضرة يا عدو؟ كيف هاي من جلالة مالح وتبعتك المصيبة خطوة بخطوة؟ لا تكون يوفوا العدالة الاجتماعية والطب المجاني؟ هيا هجري روك، هجري سيب سنولي يا لطيف، سيب ليصك حد لا إداري لا طبيب ولا عمل، اجري يا اخويا على قلبك اجري. الناس تسرق في الدوال لحم جيسان قرع سكر قهوه ملاحه بدم، كل ما يتعجب وتجيبها وراهم
تنهي وجابس للناس. هالك صباح تجري مصايب لين. اجري يا اخوي اجري اجري. روح يا جلول فاني روح. اطبع الناس علي. لجل ما طبعوا لي هم لجل ما فهموها مليح. خلينا وعدك. الدفاع عن حق الإنسان صورة حقيقية غير ممسرحة، قضية يشهرها عبد القادر علولة بين ساعة ويوم. الإنسان كائن مقدس لا يمكن أن يداس. مناضل بسيط في هذه الجمعية يحاول مع أصدقاء له رغم اختلاف الآراء والمشارب أن يكون فكرة الدفاع عن الإنسان مهما كان لونه أو معتقده أو وطنه. لا يكاد ينتهي من مهمة إلا وتنتظره أخرى، آلة لا تمل التحرك والعمل، أوقاته لا يتخللها الفراغ، المسرح قبلته ومكان تعبه وراحته، ينهي عمل ويشرع في آخر وآخر فوق الورق ينتظر. هذه تدريبات لمسرحيته الجديدة أرلوكان خادم السيدين. إن مسرحيات عبد القادر علولة تبدأ هكذا بهذا العرق البارد. مشهد من 3 دقائق يكلف شهورا من التدريبات. كاين مبارزه يعني في المسرحيه صح. اذا ماشي على كيف في المسرحيه نقبضوا السيف كان قبل المطرق مثلا صح. اذا قبل ممكن ليغونس تاع السكريب كاين كان بوكو شوز الاستيتيك ميم دو لا بوتي دو جيست ايفيكتيفمون هي صح باسكو لا ديسيبلين تاعنا لي اكزيجونت سو بلان لي تكنيك ديجا او ديبار دونك لي بوزيسيون ديجا سي اون بوزيسيون كي ني با ناتورال ولا بي جامي فيو كالك ماتش كوم سا مي سيما Quand il fait sa position, c'est pour un équilibre. Parce qu'on ne peut pas s'esquiver comme ça, en marchant. Sinon, il y a un déséquilibre automatique. Alors, on est obligé de se mettre et aller dans cette position pour pouvoir se déplacer vers l'avant, vers l'arrière. Donc, en perpétuel déplacement défensif, offensif et invadiable. Voilà. Abdelkader Alloula, رئيس المجلس الثقافي البلدي. المجلس يعمل بالتنسيق مع البلدية في إثراء الجانب الثقافي والترفيهي بالولاية، فأفراده لا يتقاضون أجراً عن نشاطهم. صرح به الطيب صديقي يقول بلي أنا لست حامل لرسالة، الذي يحمل رسالة هو ساعي البريد، فأنا أقوم بالفرجة بإمتاع الآخر.
إلى حد ما يوافق سي عبد القادر على الأولى أو يتعارض مع هذه المقولة. يا ما كانش يعني فرجة كلية يعني، ولابد من وراء العرض المسرحي كان فرجة أو كان يعني بيان سياسي، ولابد فيه رصيد إيديولوجي، رصيد إيديولوجي للمبدع للكاتب للمخرج، ولابد فيه يعني ماهيش قضية رسالة، ولكن المتلقي يقدر يكتشف أو يقرأ يعني الرصيد الإيديولوجي اللي ينتمي ليه المبدع. وما كانش مبدع بلا يعني أرضية إيديولوجية بلا بريء، ما كانش. ما قصة الغلة يا عبد القادر على الأولى والوالدة؟ يعني هي فترة الكتابة تقريبا يعني نستهلك غلاية أب زوج في النهار، ويعني قهوة قاطعة، فدائما نحرص يعني على هذا. وعلى الوالدة نقول لها يا ودي طيبي لي قهوة ولكن تكون قاطعة. ف ليلة من الليالي طيبت لي قهوة، قعدت 48 ساعة ما غمتش العين، ما بغاش يشيني الناس. فسقسيتها قلت لها ودي قلت لها راه الناس ما جانيش هذو 48 ساعة وما زلت يعني فايق. وما قلت لها وقيلا القهوة اللي عطيتها لي قاطعة، قلت لها شحال رميتي فيها من مغرف يعني؟ قالت لي ودي درت نص ماء ونص قهوة. وشي اللي يحزنه كثير وشي اللي يفرحه كثير؟ الشي اللي يحزنني كثير هو هاد الظروف اللي راه عايشتهم البلاد. يعني شي يحزنني لما الدم يسيل، وشي اللي فرحني كثير لما نشوف أطفال يعني يتبسموا. بسمة كهذه لانتصارات جزائرية وتكريم لهذا الوطن، إن مسار هذا الرجل الثقافي بسن استقلال هذا الوطن العديد من الجوائز، الكثير من الإنجازات، الجيد من التجارب. من هنا تبدأ الحكاية ومن هنا تنتهي. هنا كبر الطفل الودوع ليحكي من على سدته أيام وليالي البهية الغابرة. بقوال يا زمالية فيها نوع كتيرة، فيها لسري عضلن تراد غواشي هدنا، كزلزلة تجعل القوم مبجواج لنا، تعفل خواطر وتهيج وتحوزد للفتنة، فيها اللي تدموج في طريقات توصل محجنا، تتسرسم تفيد على الخلق وتفرط المحنة. القوانية السمانية فيها نوع كتيرة، القوانية السمانية فيها نوع كتيرة.